المسلم هذا تذنب أخيك المسلم وعرضه وماله. والحمد لله الذي جعل صوائع عرض المسلم ودمه واجبا، والصلاة والسلام على رسوله خير من تخلق بأخلاق هديدة منها صون مال المسلم وعرضه وماله، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد عباد الله، خطبة اليوم تتحدث عن خدمة الوقوع في أعراض المسلمين. عباد الله، اعلموا أن الإسلام أوجب ثور مال المسلم ودمه وعرضه. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عباد الله، واعلموا أنه لا يهل للمسلم أن يعتق عند أخيه المسلم، بل يجب عليه ثوره. وحرم الله تعالى الوقوع في أعراء المسلم بقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيب وأطيب ريحك، ما عظمك وعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. عباد الله، ماله ودمه يجب عليه أن يصونه. عباد الله، فانظروا إلى عزم بيت الله الحرام التي ذكره الله سبحانه وتعالى بأنه أول بيت ودع للناس. قال تعالى: إن أول بيت ودع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومع ذلك صار المؤمن أعظم من عن سليمان بن عمرو بن أهوس عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. عباد الله، إذا نظرتم إلى هذه الأحاديث المذكورة يبين لكم واضحا أن إرض المسلم حرام على أخيه المسلم، يجب عليك أن تصونه ولا تهتاكه. عباد الله، صلوا على النبي الكريم، اللهم صل على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وفضله على سائر المخلوقات، وبدل الله سبحانه وتعالى المؤمن على سائر عباده، وحرم الوقوع في عرضه وماله ودمه. والصلاة والسلام على رسوله الذي حسن المعاملة مع أصحابه وسائر الناس، والذين جاءوا من بعده، حتى قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. وعلى اله واصحابه وازواجه الذين حفظوا اعراض المسلمين وما وقعوا فيه ومن سن بسنه حبيبه ورسوله الى يوم الدين. وبعد، عباد الله، ونحن في هذا الزمن وخاصة في بلادنا نيجيريا المباركة زمن السياسة، ترى كثيرا من السياسيين يغمدون أعينهم ويقعون في أعراض إخوانهم المسلمين بسبب اختلاف الأحزاب الجمعيات السياسة بغرض التغلب عليهم. وقد حرم الله سبحانه وتعالى عليكم حتك إرض المسلم، والآن يفعلون هذا بغرض الدنيا. والذي يتلو في وسائل الاتصالات العالمية التي ظهرت في هذا الزمن التي تسمى انترنت، من شبكة الانترنت، من فيسبوك وتويتر وواتساب ويوتيوب وانستغرام وتيك توك، يرى ما يفعله كثير من شباب المسلمين، حيث يجمدون أعينهم ويقعون في أعراض إخوانهم من إبدال الصور الأصلية التي لا يحبها بصورة أخرى التي تقبهه وتسوء سمعته، كإبدال بصورة الكرد
أو الذئب أو الفار أو الهنزير أو الهمار أو غير ذلك. كما رأيت واحدا من الشباب بدل سورة السابق رئيس محمد البخاري بسورة السارق الذي أخذه أهل البلد وجعلوا عليه الإطارة ليخرهوك بالنار، والذي بدل سورة الحج أتيك أبو بكر بسورة الفار الذي انفتح بطنه، أو إبدال سورة المعلم الداعي الشهير الذي لم يكن من جمعيته الديني، كما رأينا الذي بدل سورة الشيخ جابر محمود آدم رحمه الله سبحانه وتعالى بسورته وهو يبشر بكرة عارية، والعياذ بالله من هذا. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله شباب الإسلام، وقد حفظ الإسلام إرد الفرق من إلقاء الكلمة التي يكرهها تذكره في غيابته، وإن كان صدقا فكيف إذا كان الكلام افتراء لا أصل لها، كما ذكرنا الأمثال من إبدال السورة بسورة التي تقع في إيراد المسلم بدال سورته كالبهيمة. وهكذا نرى كثيرا من الشباب يسبون العلماء في هذه الوسائل الاتصالات العالمية ويعيبونهم بسبب اختلاف أحزاب البروء الديني، فصاروا هم الذين يفتون الآن بغير علم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. فانظروا عباد الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم هو الذي سلم المسلمون من إيذاء لسانه، لا يذكر أخاه المسلم بلسانه إلا بخير، ولا يفعل بهدي ما يؤذي أخاه المسلم. أصحاب فيسبوك وتويتر وواتساب ويوتيوب وإنستغرام وتكتب الذين يقعون في أعراض الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم تسألون يوم القيامة عن النعيم التي أنعمك الله بها، وهذه نعمة التي نواصل بها. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم أنصرهم في فلسطين، اللهم أنصرهم في فلسطين، اللهم أنصر إخواننا المعذبين في فلسطين، اللهم دمر أعداءنا أعداء الإسلام، اللهم دمر إسرائيل، اللهم أهلك بنيامين نتنياهو، اللهم أهلك جو بايدن، اللهم أهلك المكرون الوسائر الذين يعذبون إخواننا، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أنصرهم، اللهم حرر بيتك بيت المقدس من يد اليهود والنصارى. اللهم أنصر حزب حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، وخوسي في يمن، وباقي المجاهدين في العالم على تدمير إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وباقي الدول الكافرة التي تساعد إسرائيل على قتل إخواننا وإخراجهم من بيوتهم في فلسطين يا رب العالمين. عباد الله، فالله سبحانه وتعالى يوصيكم في كتاب الكريم بستة أشياء، ثلاثة منها أمر وثلاثة نهي، فجمع الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن.